وفود دينية وشعبية تأم ديوان عائلة الطيار الأردني معاذ الكساسبة المحتجز لدى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. سقوط طائرة الكساسبة واحتجازه جدد إحساس الوحدة والتضامن لدى الأردنيين. والد الطيار وأثناء استقباله للوفود الزائرة له في الكرك أكد أن ابنه كان ينفذ أوامر صدرت له وتمنى عودته سالما. هذا معاذ جندي ضابط طيار من جنود هالوطن، قام بواجبه حماية إن شاء الله للأردن، حماية للوطن، عاش الأردن إن شاء الله بقيادة همة الشباب أمثال معاذ وبقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم. بطريرك القدس للاتين فؤاد طوال وعدد من رؤساء الكنائس الأردنية زاروا قرية عي مسقط رأس الطيار الكساسبة في لفتة إنسانية لدعم العائلة، وتحمل الكثير من معاني التعايش الديني بين الأردنيين. أن يعود إلى عشيرته وأسرته وأهله التي تكون له كل تقدير واحترام، وفيما نصلي من أجل دوام الأمن والاستقرار في الأردن نصلي كذلك من أجل عودة الإيمان والسلام في كل الشرق الأوسط، إن كان في سوريا، كان في العراق، وإن كان عندنا بالأراضي المقدسة. زيارات تضامنية ورسائل إنسانية ودعوات بعودة الطيار سالما إلى عائلته. ليس مهما تكرار المشهد، فالمهم وفقا لمتابعي المشهد السياسي أن عمان أصبحت على خط المواجهة ضد الأفكار المتطرفة وتبعاتها. لا تنتهي حملات التضامن مع عائلة الطيار الكساسبة من شتى فئات وشرائح المجتمع الأردني، حملات تشير إلى دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب. نايف مشاقبة، إسكانيوز عربية، عي، الكرك.